أرسل لي واحد ولد عمي يشكي من ضياع طير. نعم. هو فقد صقر. فقد طير، هو ما هو زات طير يعني. يعني هو بالقصيدة يجيب انه طير، اما هو ما هو طير، يمكن عشير له. يعني معنى مجازي. نعم. زين. وقلت انا هذه الابيات. نعم. يقول مصضحة ورقبة روس الحدالي، في راس مرقاب طويلة عليا. نعم. الله من قلب يجول اجتوالي، ودموع عيني فوق الاوجان سيله. البارحة ما نمت عزيز الحالي، وقلب اشرق ما ادريت انا اليوم وش جاه. يا راكب من فوق سرع الجالي، جمس جديد ويطربك بالملفاه. واللي مشى يطوي بعيد السهالي، ممشى اسبوع يجيبها بخمس ساعات. ملفه ابو مشعل ريف الهزالي، بساعة الضيجاه ربعه تمناها البعد، بعد معذبين الدلالي. والله عمامي بعدهم وحسفاه.